أهلا بكم مشاهدينا إلى حصد النهار، والبداية بالعناوين. الجزائر تتسلم رجل الأعمال الفار عبد المومن خليفة، ومشاهد حصرية ينقلها لكم تلفزيون النهار لحظة وصوله إلى بطار وريبومدين بالدولية. أسماء ثقيلة سيكشفها التحقيق في قضية الخليفة بنك، ووزير العدل يؤكد أن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون في دائرة الاختصاص بالبليدة. تزكية عبد القادر بن صالح من العمل للأرندي، والإعلان عن الدعم المطلق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي الحصاد تتابعون معنا استخراج رفات الشاب عقيل للخضوع للتشريح على يد طبيب شرعي معتمد بأمر من وكيل الجمهورية. مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل حصاد الليلة. إذا تم اليوم الثلاثاء تسليم عبد المومن رفيق خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل. وأوضح ذات المصدر أن هذا التسليم تم وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا. وأفاد البيان أنه تبعا لاستنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم عبد المومن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام أو الاستلام من قبل الفريق الجزائري الذي تنقل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المعني بالأمر، حيث تم التسليم اليوم 24 من ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين. إذن كما تتابعون مشاهدينا، هذه الصور والمشاهد الحصرية التي ينقلها لكم تلفزيون النهار. هذه الصور الأولى لوصول عبد المومن خليفة على متن الطائرة، كانت قادمة من لندن، حيث رافقه من لندن إلى الجزائر ثلاثة أفراد من الضبطية القضائية. وفي ذات الصدد نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن يتم نقل محاكمة الخليفة إلى مكان آخر، مؤكدا في نفس الوقت أن المحاكمة ستتم ضمن دائرة الاختصاص القضائية بالبليدة. مصطفى تونسي. في إجراءات منصوص عليها في القانون وفي المراسم التنظيمية المتعلقة بالتقسيم القضائي هي التي ستطبق وفقا للقانون والمراسم المطبقة للقانون المتعلقة بالتقسيم القضائي هي التي تطبق. هذا وأكد المحامي خالد بوريو أن ملف تسليم الخليفة للجزائر مر بكامل مراحله وفق العدالة البريطانية، وتم تسليم الخليفة إلى الجزائر. وأكد المحامي أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة كأي شخص متهم حتى تتم إدانته. هشام بن عودة وتفاصيله. كل المراحل مر بها الملف وانتهى تسليم بقرار تسليم السيد عبد المومن خليفة إلى البلد إلى السلطات الجزائرية. عبد المومن خليفة يتمتع بقرينة البراءة، وقرينة البراءة هو كل شخص يتمتع بهذه القرينة لا يصرح به مسؤولا ومذنبا إلا إذا تمت محاكمته بصفة شرعية من قبلي وبصفة عادلة. وقال ذات المحامي أن الخليفة سيوجه مباشرة إلى المؤسسة العقابية بالبليدة، حيث سيتم استجوابه من قبل رئيس محكمة الجنايات طبقا للقانون المنصوص عليها. يوجه مباشرة إلى المؤسسة العقابية، وأظن أنها مؤسسة البليدة لأن التحذيرات ما قلش استقبال ولكن
لإيداع السيد عبد المؤمن خليفة هي مهيئة على مستوى هذه المؤسسة. عندما يصل سيتوجه إليه رئيس محكمة الجنايات ويقوم باستجوابه طبقا للقانون. كما اعتبر المحامي خالد بوريو أن الخليفة أصبح فريسة تترقبها السكاكين بعد أن كان في قمة الاعتبار، حيث كانت شخصيات نافذة متواجدة على هرم الجهاز التنفيذي تنتظره لساعات عديدة عند باب مكتبه. كان له دورا فعال في هذه الوقائع، عاش الوقائع، وكانت آنذاك في عهده عندما كان في أعلى قمة الاعتبار، كانت آنذاك شخصيات كبرى من البلد كانت يعني تنتظره أمام مكتبه، وكان يستقبلها حتى وكانت تنتظر ساعات. أما اليوم إذا طاحت به الأشياء والأمور أصبح ربما فريسة تكثرت على جسدها على رقبتها السكاكين. من جهته قال عبد المجيد مناصر أنه يتطلع لأن تكون محاكمة عبد المؤمن خليفة محاكمة عادلة يتم فيها الكشف عن المتورطين الحقيقيين، وحتى يعرف الشعب الجزائري أين ذهبت أمواله وكل الغموض التي شابت القضية. أتمنى أن يكون هناك خلاف فعلا وتظهر هذه الحقائق، لأن الشعب في حاجة أن يعرف أمواله وأن يسترجع أمواله وأن يبرأ البريء وأن يحاكم المتهم، لأنه هذا ضرب كثير هيبة الجزائر، ضرب سمعة الاقتصاد الجزائري وسمعة القطاع الخاص وشوه الجزائر. لذلك نحن نتمنى أن تكون محاكمة عادلة وفي نفس الوقت شفافة حتى يعرف الناس الحقائق وتسترجع الحقوق، سواء كانت حقوق الدولة أو حقوق المواطن. إذن عبد المؤمن رفيق خليفة رجل أعمال جزائري مؤسس مجموعة الخليفة والمدير العام لبنك الخليفة صاحب حكاية القرن المتورط في قضية الفساد الشهيرة في الجزائر عام 2002. لنتابع المزيد عن هذه الشخصية المثيرة للجدل في تقرير سيد أحمد دهديبل. عبد المؤمن رفيق خليفة من مواليد 1966 رجل أعمال جزائري مؤسس مجموعة الخليفة التي تضم بنكا وشركة للطيران، تورط في قضية فساد شهيرة في الجزائر انفجرت عام 2002 ليهرب على إثرها إلى بريطانيا. عاش عبد المؤمن خليفة معظم حياته في لندن كون أن أبيه العروس خليفة كان سفيرا بلندن، ولهذا اختار الابن العاصمة البريطانية للإقامة بها لأسباب تتعلق بأبيها والعلاقات التي زرعها هناك. تأسست مجموعة الخليفة في عام 1990 حيث كانت الجزائر تعيش على وقع بداية الفوضى، فتحصلت صيدليته على أول رخصة لاستيراد الأدوية من فرنسا مع شركاء فرنسيين تحت اسم شركة تينك فارما، وبقيت تشتغل إلى غاية عام 1994. في عام 1998 يحصل الخليفة على رخصة إنشاء شركة للطيران، وفي عام 1999 تحصل على رخصة إنشاء بنك أطلق عليه بنك الخليفة، حيث حقق في ظرف قصير أرباحا تقدر بملايير الدولارات. في عام 2002 وأشهر قليلة قبل حل الشركة اشترى شركة ألمانية خاصة اسمها أولزمان فيليب. في 2007 عقدت في الجزائر محاكمة شهيرة وقف فيها أمام القاضي أزيد من 100 متهم في قضية نصب واحتيال تقدر بنحو مليار دولار أمريكي وعرفت باسم فضيحة بنك الخليفة، وهي أكبر قضية فساد تعرفها الجزائر في تاريخها الحديث، وكان عبد المؤمن خليفة هو المتهم الرئيسي بها.
ويذكر أن خليفة قد هرب إلى بريطانيا منذ الكشف عن الفضيحة أواخر عام 2002 التي لا تربطها بالجزائر اتفاقية تسليم المطلوبين. فيما بعد أوقفت الشرطة البريطانية الملياردير الهارب إلى لندن رفيق عبد المؤمن خليفة طبقا لمذكرة توقيف أوروبية في مارس 2007، وهو ما سعت الجزائر لتغييره صيف 2006. وبعد جولات على مستوى القضاء انتهت الجزائر وبريطانيا إلى اتفاق بتسليم الهارب عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، وهو ما تحقق اليوم في 24 ديسمبر 2013 لتفتح فصول جديدة في القضية. أحيا إذن الحديث عن تسليم السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، أحيا قصة ملف وصف على مدار السنوات الأخيرة بفضيحة القرن في الجزائر. الزميل أحمد حفصي عاد بنا إلى قصة انهيار الخليفة، تابعوا. 12 أبريل 1998، الصيدلي ورجل الأعمال المغمور عبد المؤمن رفيق خليفة يؤسس بنك الخليفة. جوان 1999، عبد المؤمن خليفة يطلق الخليفة للطيران، تابعها بمجموعة قنوات الخليفة. أبريل 2001، الخليفة للطيران توقع عقد رعاية مع فريق أولمبيك مارسيليا، قيمة وصفت بالتاريخية. ربيع 2002، عبد المؤمن رفيق خليفة يقتني 3 فيلات راقية بمدينة كاني الفرنسية لتبدأ فصول انهيار مسلسل الخليفة. 27 نوفمبر 2002، بنك الجزائر يوقف عملية تحويل أموال الخليفة بنك للخارج. شهر فيفري 2003، شرطة مطار هواري بومدين توقف 3 من مقربيه وبحوزتهم 200,000 يورو. نوفمبر 2003، بنك الجزائر يكتشف ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. شهر من بعد الخليفة يلجأ للإقامة بالمملكة المتحدة، وفي مارس 2007 بداية فصول محاكمة القرن بالجزائر. 22 مارس، العدالة تدين عبد المؤمن رفيق خليفة بالمؤبد، وفي 27 مارس 2007 مذكرة توقيف دولية صادرة عن محكمة نانتير الفرنسية بحق عبد المؤمن خليفة. وفي 28 أبريل 2010، وزير الداخلية البريطاني يعطي موافقته لترحيل عبد المؤمن للجزائر. القرار بقي مجرد حبر على ورق. 2 أبريل 2013، قضية الخليفة تعود لأروقة العدالة. عبد المؤمن خليفة الغائب الأكبر. هذا